فين انت؟ ميرسي يا فؤاد، تعبتك معايا النهارده. تصبح على خير يا حبيبي. أمال، أبقى أنا أخوك الكبير تعملين المسخرة قدام الناس؟ تهنيني وتحطي كرامتي في الأرض؟ يعني يجيني واحد هايف وهلفوت زي ده يقول لي إنك طلبتي منه يدفع لك أنت ما يدفعليش أنا؟ كده؟ ده يحصل؟ إزاي؟ اللي حصل حصل يا فؤاد، ويكون في علمك إنه ده اللي هيحصل بعد كده على طول. يعني إيه مش فاهم؟ تعالي. يعني من هنا ورايح أنا اللي هقبض أجري عن الحفلة. يعني إيه خلاص أنا ما بقاش ليا لازمة؟ مين قال كده يا حبيبي؟ لا طبعا، انت تفضل اخويا اللي المفروض انه يحميني. ولو جاتني حفله عن طريقك، حفله عن طريق واحد غيرك، انا اكيد هديك الاولويه ليك واشتغل حفلتك، رغم انك بتاخد مني 20% وغيرك بياخد 10%. بس عاوز ايه اكتر من كده؟ صحيح، افتكرت يا فؤاد، دول يا سيدي ال 20% بتوعك من 50 بتوع حفله النهارده. اتفضل. ايه ده؟ فكراني سمسار؟ كم سيونجي يا أمال؟ أعوذ بالله، أنت أخويا الكبير. أمال إيه اللي بتعمليه ده؟ تدي أخوك الكبير بقشيش؟ دول حقك يا فؤاد، حقك. وعموما لو ما كنتش عايزهم بلاش. خلاص أنا هعتبر إنك بتخدمني على أساس إنك أخويا، والفلوس دي بتوع ماما. شوفي، من النهارده مفيش شغل. من النهاردة يا أمال مش هتشتغلي خالص، أنا مش موافق على شغلك. أو الله يا فؤاد، يا ريت. أنا تعبت وزهقت من الشغل وخلاص، كفاية عليا أسجل أغنية في الإذاعة وأخد عليها 10 جنيه وأرجع وأقعد مع بنتي وألعبها. والبيت المفتوح ده هيعيش إزاي بالعشرة جنيه؟ مش فاهم. ومين قالك إني هديك العشرة جنيه؟ لا، العشرة جنيه دي ليا والبنتي، وبصفتك انت بقى راجل البيت انت اللي هتصرف علينا. ايه يا امال؟ بتلعبيني؟ بتلوي دراعي؟ مش انا يا امال، مش انا، انا فؤاد، فؤاد. ماما، كاميليا، يا كاميليا، تعالي. يا حبيبتي وحشتيني. أهلا يا حبيبتي. صباح الخير يا ماما. تشربي قهوة؟ يا ريت قبل ما أروح التصوير، مش عارفة ماني مزكمة. يمكن هما الشباب فين نايمين؟ تعرفي ما بفيقوا بهالوقت. شو هذه شنطة تيابك؟ يا ماما أنا قررت أرجع عندكم البيت، ودي يا ستي فاتورة الميني هاوس. شوفي. شو هيدا؟ معقول 350 جنيه؟ أجار وروم سيرفيس وكم عزومة كده. إيه بس هيك بيكون راحت للتربع أجرك بالفيلم على الأوتيل ومصاريف البيت هون. كده مش هيفضل معايا حاجة أبدا. أهلا يا أمال. أهلا يا فؤاد، إزيك؟ وحشتينا. وأنت كمان فؤاد. أنا قررت أرجع عندكم البيت خلاص. يا ريت. والشقة بتاعتك؟ الشقة بتاعتي لسه فاضية، فيها بس تفيدة والمرتبة. أول مرة في حياتك تتصرف في صح. خلاص خلينا نرجع نتلم على بعض من تاني. أب صحيح، أخبار الإقامة إيه؟ مددتها 6 شهور وقابلة للتجديد، لأن الإقامة الدائمة دي بقت مستحيلة عشان قانون الطوارئ. ما تقلقش، أنا هتكلم في الموضوع ده مع حسنين باشا إن شاء الله. حسنين باشا؟ رئيس الديوان الملكي؟ وانت وصلت للقصر يا أمال؟